أطباء محترفون وأخطاء قاتلة، قصص مروعة تلك التي نسمعها عن الأخطاء الطبية بالمملكة. يدخل المريض إلى المستشفى من أجل إجراء بسيط، ثم يخرج منها بعاهات مستديمة، وفي أسوأ الحالات قد لا يخرج منها أبداً، بل يذهب مباشرة إلى ثلاجة الموتى. وفي غياب أي إحصاءات رسمية عن هذه الظاهرة في المغرب، تقوم مواقع التواصل الاجتماعي بكشف المستور، أصوات تستنجد من أجل التدخل السريع بعدما سئمت من القضايا والمحاكم، خاصة وأن الهيئة المسؤولة بالنظر القانوني عن قضايا الأخطاء الطبية وإجراء الخبرات اللازمة للإثبات هي نفسها الهيئة الوطنية لأطباء المغرب، التي تضم جميع أطباء المملكة بمختلف تخصصاتهم. لسان حال الضحايا يقول: إذا كان خصمك القاضي فمن تقاضي؟ مراكش، أنا كان عاني من أخطاء طبية من 1997 ل 2015. الفراغ القانوني بدوره يعتبر جزءاً مهماً من إشكالية الأخطاء الطبية، فبالإضافة إلى صعوبة تحديد ماهيتها، لا توجد نصوص قانونية توضح المعايير المعتمدة في تحديد مفهوم الخطأ الطبي، فالمقتضيات القانونية المنظمة لمسؤولية الأطباء عن أخطائهم وما يمكن أن يصدر عنهم من إهمال ظلت محكومة بما ورد في ظهير الالتزامات والعقود الذي مضى على وضعه أكثر من قرن من الزمن رغم تقدم المجال الطبي. إهمال، خطأ في الإجراءات المتخذة، خطأ في تقدير الأدوية، خطأ في جرعة التخدير، سرقة الأعضاء، مقص منسي في أحشاء أحدهم، أخطاء كثيرة ودقيقة ارتكبها العشرات من الأطباء المغاربة، لكنهم لا زالوا يمارسون المهنة وكأن شيئا لم يكن. ولا تحدث هذه الأخطاء فقط في المستشفيات العمومية التي غالبا ما يشار إليها بالإهمال والرداء، بل حتى المصحات الخاصة التي تستنزف جيوب المرضى من أجل تقديم خدمات جيدة، ما يطرح السؤال حول المرجعيات التي يستند عليها أصحاب الوحدات العلاجية الخاصة لتحديد الفواتير، خاصة وأنها تختلف كثيراً عن الأسعار المرجعية المحددة من قبل الوكالة الوطنية للصحة. ويلجأ عدد من المصحات إلى تضخيم الفواتير بإضافة مجموعة من الخدمات مثل الأدوية والمستلزمات الطبية التي تستعمل خلال عمليات الجراحة أو التوليد، وكأنها مقاولة تجارية وليست عملاً إنسانياً يهدف إلى الاهتمام بصحة ومصلحة المرضى. فمن يتحمل مسؤولية هذه الأخطاء الطبية؟ ومتى ينصف القانون ضحاياها؟ ثم من يراقب أسعار المصحات الخاصة؟ وهل تلتزم فعلاً بأخلاقيات هذه المهنة؟ أسئلة يجيبنا عنها برنامج ضد المحظور، ويستضيف فيه الإعلامي الجارح أبو سالم ضيوف القمة، وهم الدكتور لحسن التازي اختصاصي في الجراحة والتجميل، الدكتور بوبكري محمدين رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بالمغرب، والأستاذ محمد بريكو نقيب هيئة المحامين بالرباط. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.